الحقيقه برضو من الرياضات اللي يعني بنهتم بيها جدا في برنامجنا هنا هي رياضه الفوتشه. امبارح تم الاعلان عن تولي احمد ادم الشندويلي منصب رئيس مجلس اداره الاتحاد المصري للفوتشه تحت التاسيس، بعد ما اصبح الاهتمام الحقيقه مكثف جدا تجاه الاتحادات البارالمبيه وخصوصا في الفتره الاخيره. اكيد دي خطوه مهمه جدا ان يتم تاسيس اول اتحاد مصري للبوتشا اللي بالفعل بيضم لعيبه ولاعبين ولاعبات يعني في منتهى التميز واصحاب اراده وعزيمه ولا اقوى من كده. عفوا. برضو خلونا نتعرف على المزيد من التفاصيل حول هذا الملف مع دكتور محمد الدسوقي نائب رئيس الاتحاد المصري للبوتشا. يا دكتور صباح الخير على حضرتك واهلا بيك معانا. صباح الخير يا استاذ كريم، ازي حضرتك؟ الله يخليك يا فندم، سعداء بوجود حضرتك معانا ونسعد ونتشرف بوجودك معانا في الاستوديو قريب ان شاء الله. الله يخليك، صباح الخير على جماهير الاهلي وقناه الاهلي، وان شاء الله النهارده تفرحونا وتفرحوا مصر كلها، الاهلي صانع السعاده وصانع البهجه في مصر ان شاء الله. يا مسهل الحال ان شاء الله. طبعا خطوه مهمه جدا ان يتم الاعلان عن الاتحاد المصري للبوتشا تحت التاسيس، عايزين نعرف من حضرتك بقى يعني ايه الملابسات ايه؟ والله الحمد لله حضرتك، ده مشوار طويل، احنا كنا بادئين من 2018، دي كانت اول بعثه سافرناها في تونس كانت البطوله العربيه، بعدها توالت البطولات الدوليه اللي شاركنا فيها كمنتخب بوتشا، وهي رياضه كانت أول مرة تدخل مصر. مرورا بقى بطولة أفريقيا السنة اللي فاتت، بطولة التحدي ببولندا، بطولة إيطاليا وكأس العالم في البرازيل، وختمناها الحمد لله ببطولة أفريقيا اللي كان لينا الحمد لله السبق في تنظيمها على أعلى مستوى كأول اتحاد برلمبي ينظم بطولة البوتشا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو المنطقة العربية. والحمد لله فضل من ربنا ودعم الدولة المصرية تحت قيادة معالي الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور أشرف صبحي، والحمد لله تأهلنا من عندنا 2 لاعبين لبارالمبياد باريس، ودي كانت أول مرة في المنطقة العربية ومصر يتأهل منها حد في البوتشا. فطبعا تنظيم الأمور الداخلية كان في رؤية وده اتجاه دولي واتجاه من اللجنة البارالمبية المصرية أن يتم إنشاء اتحاد مصري للبوتشا، والحمد لله يوم السبت اللي فات يوم 28 بناء على دعوه من نادي معهد شاي الإمبابة حصل اجتماع للانديه الاعضاء اللي هم المشاركين في هذه الرياضه وتحت اشراف قضائي وممثل عن اللجنه الاولمبيه المصريه، والحمد لله تم تكوين تم تكوين الاتحاد، واحنا بنستكمل بعض الاجراءات في اللجنه الاولمبيه ووزاره الشباب والرياضه وان شاء الله خير يعني ان شاء الله بإذن الله. طيب الاتحاد هيضم كام لعبة؟ هو الاتحاد اتحاد رياضي خاص بلعبة واحدة وهي لعبة البوتشا. لعبة البوتشا دي بتضم جواها 4 تصنيفات طبية، ده أمر فني اللي هو BC1 BC2 BC4، ونشارك أندية كتير في مصر، ومعانا مجموعة الحمد لله النهاردة معانا في مصر حوالي ما يقارب 100 لاعب، وده عدد كبير جدا جدا لان هم احنا بنهتم بشديد الاعاقه. والدكتور اشرف صبحي في اكثر من لقاء اكد ان كل الدعم لهذه الفئه، خاصه لان ده المتنفس الوحيد ليهم وممارسه النشاط الرياضي. طيب هل حضراتكم حاطين خطه معينه لضم اكبر عدد ممكن من اصحاب الشلل الدماغي وتشجيعهم على ممارسه الرياضه دي؟ لان احنا من خلال حاجه زي كده احنا بنعيد احياء ناس يعني محتاجين مننا الدعم اللي بالشكل ده تحديدا، ففي خطه معينه محطوطه في هذا الاطار؟ احنا الحمد لله يعني احنا نقدر نقول ان احنا مش هنبني من اول وجديد، احنا النهارده في ارث موجود في الاتحاد اللي هو بيرعى حاليا هذه الرياضه بصفه مؤقته، لكن الاتحاد الجديد هيبقى تحت ايده وتحت تصرفه هذا الارث بقياده الدكتور احمد ادم. الارث ده عباره عن جميع الادوات الموجوده واللاعبين المقررين في الهيئات ومنتخب فعلا قائم بالفعل وجهاز فني، وتم عقد العديد من الدورات التدريبيه ودورات التحكيم ودورات التصنيف، اخرها بطوله افريقيا اللي انتهت في شهر يوليو الماضي. الحمد لله تم عمل دوره تدريب دوليه للمدربين، تم عمل دوره تصنيف دوليه، تم عمل دوره تحكيم دوليه، فاعتقد ان المهمه هتبقى نوعا ما سهله لمجلس الاداره الجديد اللي هيتولى اداره شؤون اللعبه، بالاضافه الى ان العديد من الانديه بالفعل
عندها رغبه شديده جدا انها تتعرف على اللعبه، لان اللعبه غير كانت غير موطنه داخل مصر. الفتره اللي فاتت دي احنا حاولنا نعمل لها عمليه توطين، لان هذه الرياضه مكلفه جدا نتيجه ان الكور نفسها بتيجي من الخارج، الرامبات والادوات المساعده بتيجي من الخارج، فكل ده هيبقى تحت تصرف مجلس الاداره الجديد او الاتحاد الجديد بعد ان شاء الله ما يتم اشهاره. ونتمنى للجميع التوفيق، لان احنا هدفنا في الاول وفي الاخر خدمه اولادنا من ذوي الاعاقه، خصوصا الفئه اللي هي اللي عندها اعاقه شديده، لان اللي بيمارسها ذوي الاعاقه الشديده اللي هم غالبا بيبقوا على كراسي متحركه. انا اسف لمقاطعه حضرتك، بس الشيء بالشيء يذكر يا دكتور، معلش. يعني انتوا بالمناسبه بتوصلوا للشباب دول ازاي او للاطفال دول ازاي؟ هل بلغه كره القدم كده عندكم كشافين، ولا لازم الاهالي واولياء الامور هم اللي يعني ياخدوا الخطوه الاولى وياخدوا المبادره ويتواصلوا مع الاتحاد عشان يخلوا اولادهم اللي في مراحل سنيه مناسبه يبتدوا يمارسوا الرياضه دي؟ طبعا ده الامر ده ما بيتمش عن طريق المسؤولين في الاتحاد فقط او مجرد وليام، لا ده منظومه لازم تتكاتف جميعا. المنظومه دي عباره عن اولياء امور، مدربين، انديه، اتحاد، ناس مهتمين، اطباء، فالكلام ده كله لازم الناس دي بتتشاور مع بعضها، الكل بيسال بعضه. النهارده احنا في موجودين مثلا في بطوله في السباحه، فبنحاول ننتقي العناصر الموجوده اللي عندها القدره انها تمارس رياضه البوتشا. عندنا بطوله في العاب القوى مثلا، بنشوف اللعيبه اللي تقدر تمارس هذه الرياضه، بالاضافه ان معانا جهاز فني من المدربين مكون سبعة دول بمثابه الكشافين بالنسبه لنا، لان في منهم من المحافظات وفي من القاهره، فدول بيمثلوا لينا قوه وعامل اساسي ان هم يكتشفوا اللعيبه في الانديه، وبيبتدي نعمل لهم النشاط المناسب ليهم بعد تقنين وضعهم طبقا للكود الطبي او التصنيف الطبي، لان ما ينفعش لاعب يشارك في كلاس مش كلاسه، لان كل لاعب من اولادنا دول له قدرات معينه بيتحط في التصنيف الطبي المناسب له عشان يقدر يتنافس مع بعداله وبشفافيه مع اقرانه اللي يقدر يتنافس معاهم. يعني حضراتكم بتعملوا دور عظيم الحقيقه، ربنا يبارك لكم على اللي انتم بتعملوه، وبتمنى لحضراتكم كل التوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا. دايما احنا حضراتكم عارفين بنهتم يعني بكل الملفات، لكن في ملفات كده بتبقى واخده القلب الحقيقه اكتر، فملف الملف البارالمبي وابطالنا من ذوي القدرات الخاصه زي ما بياخدوا قلوبنا لازم ياخدوا اهتمامنا الحقيقه، ولازم ياخدوا دعمنا بكل شكل من الاشكال، لان الناس دي زي ما دايما بنقول ودايما بنتكلم مع حضراتكم من خلال البرنامج ده، الناس دول ابطال بكل ما تحمله كلمه بطل من معنى.